قرية رأس الخليج مركز ومدينة شتبين القارئ الشاب محمود أحمد الشاذلي. أهلا بك يا أستاذ محمود. قول لنا أنت جاي من رأس الخليج تسمع الدكتور عبد الناصر حرك ومعنا برضو العالم الكبير الشيخ السيد عبد الكريم الغطاني. قول لنا أنت جاي يعني الدكتور عبد الناصر حرك بيضيف لك إيه؟ الدكتور عبد الناصر حرك هو بالنسبة لي الطريق المفضل ودايما بحب أستمع إلى حديثه. وراجل متواضع جدا يعني شهادة لله قسما بالله لا نفاق ولا غياب وبحب أسمعه دايما يعني. يعني الإحساس اللي بوصلك إزاي؟ يعني بحس بيها بحاجة جواتي اللي هو طبق النص الأول يعني ملك المقامات زي ما الناس بتقول. طب نسمع حاجة كده للدكتور عبد الناصر حرك. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. الله الله الله. طب تقول له ايه؟ توصل رساله الدكتور عبد الناصر حرك تقول له ايه؟ اقول له يا دكتور عبد الناصر انا بحبك قوي قوي يعني وربنا يزيدك كمان وكمان ويفتح عليك وتحلى الحمد لله.